ما هو علاج من يعاني من الوسوسة باستمرار؟ يتركها ويستعيذ بالله من الشيطان، لأن الوسوسة من الشيطان. يستعيذ بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، ويترك الوسوسة، ما تهمه ولا يهتم بها ولا يلتفت لها، تزول عنه بإذن الله. يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.